بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم على صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي المنهجي الشافعي الطاهري المصري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحه في الدارين، آمين. وبدأنا بالأمس في آخر نوع من أنواع علوم القرآن في هذا الكتاب المبارك، وهو النوع 47 في الكلام على المفردات من الأدوات والبحث عن معاني الحروف مما يحتاج إليه المفسر لاختلاف مدلوله. وإحنا عندنا الحروف نوعان، حروف مباني وهي الحروف الهجائية اللي هي ألف ب ت س ج، أو أبجد هوس حطي كلم صعفت كرشت صاد ضاد غن، اللي هي إيه دي؟ الحروف اسمها حروف المباني لأنه هي بتبني الكلمة، الكلمة مكونة من عدة حروف، فاللي يبقى الحرف اللي يكون الكلمة اسمه حرف مبنى، ومش هو ده مع الكلام اللي احنا بنتكلم فيه. النوع الثاني حروف المعاني، فأنا بقى بنتكلم في حروف المعاني، وهي نحو 80 حرف في لغة العرب، جمعوها العلماء 80 حرف من حروف المعاني وليست المباني. حروف المباني ايه؟ 27 حرف، مش كده برضو؟ وقيل 28، ها؟ مذهبان، هل الالف الالف والهمزه حرفان ام حرف؟ ناخذ ذلك، او اللام الف تبقى حرف ولا مش حرف؟ يبقى دي الحروف الهجائيه 28 حرف، خلاص نمشي على المذهب اللي انتم حافظينه. وبعد كده في حروف المعاني بقى اللي هي الحرف الذي يدل على كلمة في أعلى معنى في غيره، هي دي اللي احنا بنتكلم فيه بقى. هنبتدي بالحرف الأول وهو الهمزة، والهمزة غير الألف راجع، يعني أرجح في أرجح الأقوال الهمزة غير الألف. أولا إيه المخرج بتاعها؟ مخرج حرفها مختلف كمان. فالهمزة دي من حروف المعاني، مش هنتكلم عليها كحروف مبنى بقى، نتكلم عليها حروف معنى. أصل الهمزة للاستفهام، وهو طلب الإفهام، وتأتي لطلب التصور والتصديق. إحنا عندنا عشان تعرف أي حاجة، تفهم أي معنى، إذا كان متعلق باللفظ لابد أبقى متصور معناه كويس، يبقى التصور متعلق بإيه؟ بمعنى اللفظ. أقول لك شجرة، يجي في بالك إيه؟ نبات ثابت في الأرض، وإيه؟ وله جذور وثمار، يجي في بالك كده. اللي يجي في بالك لما أقول لك شجرة ده اسمه التصور. أما أقول لك بقى شجرة مثمرة، يبقى أنا أضفت ليها معنى آخر، يبقى اسمه التصديق. فهمت؟ شجرة بجوار بيتي، يبقى أنا إيه اسمه إيه؟ التصديق. يبقى التصور إيه؟ إدراك اللفظ كويس، والتصديق إدراك النسبة. فهمت بقى؟ أقول محمد مثلا، يبقى إيه إدراك اللفظ؟ إنه ده اسم على علم شخص معين اسمه محمد. أقول لك محمد رسول الله، يبقى أنا أقصد بقى إيه؟ معين، مش أي محمد، ده رسول الله، اسمه إيه؟ التصديق. يبقى عندنا إيه؟ الإدراك يكون بالتصور والتصديق. يبدأ الطفل الصغير أول ما يبتدي يتعلم في الدنيا يبدأ بإيه؟ بالتصور. إيه ده يا ولد؟ دي شجرة يا بابا، ده قلم، ده كلب، دي قطة. فهمت بقى إزاي؟ ده اسمه التصور، عايز أتصور الأول كل حاجة يديها اسم. فهمت؟ وتنطبع صورتها في ذهنه. بعد كده يقول لك ايه؟ القطه خربشتني، الله ابتدى ايه؟
دخل بقى في ايه؟ ادراك اخر اللي هو ايه؟ اسمه التصديق. فهمت بقى يا استاذ؟ يبقى الهمزة ايه؟ حرف للاستفهام يأتي للتصور وللتصديق، كويس؟ بخلاف هل، هل تملي اسأل على ايه؟ على حاجة فيها نسبة، تبقى للتصديق بس، فإنها للتصور خاصة، هل للتصور خاصة، كويس؟ هل محمد مثلا مصري ولا ايه؟ انجليزي. فهمت بقى ازاي؟ فبسأل هنا على حاجة متعلقة بذاته، فهمت؟ لكن لما اجي ايه؟ لما اجي اسأل على ايه؟ على التصديق ايه؟ او مسأل على ايه؟ نسب كتيرة بقى، صفات كتيرة، فهمت؟ هل بقى غالبا بنسألها للتصور، لكن همزة وان كانت الاستفهام ايضا، وهل من حروف الاستفهام، والهمزة من حروف الاستفهام، مش كده برضو؟ الهمزة بقى اغلب دورانا لانها تأتي للتصور والتصديق، فهي اعم، وجعلوها اصل حروف الاستفهام. الهمزة اصل حروف الاستفهام، وليها الصدارة، واخد بالك؟ ليها الصدارة، يعني حتى لو ايه؟ لو دخلت على جملة معطوفة تيجي قبل حرف العطف، فهمت؟ ولذلك كانت أم الباب، باب إيه؟ باب حروف الاستفهام، واختصت بدخولها على الواو، بتدخل على الواو وعلى الفاء وعلى الإيه وعلى الميم. يقول إيه؟ أوى كلما عاهدوا عهدا، أي دخلت على الواو، أوى، وعلى الفاء نحو أفأمن أهل القرى، وتدخل على ثم نحو أثم إذا ما وقع آمنتم به. وهل أظهر في الاختصاص بالفعل من الهمزة، تملي هل تختص بالفعل، لكن الهمزة تختص بالاسم والفعل بكله، لكن لما تبقى هل بتختص بالفعل، هقول لك مثلا هل أكل الولد ولا لم يأكل، فأنا بسأل على فعله، فهمت؟ هل أتى على الإنسان؟ لكن أحيانا بقى إيه؟ هل في النادر تدخل على جملة اسمية، بالرغم إن هي في الأصل إنها إيه؟ تدخل على الجملة الفعلية. وأما قوله فهل أنتم شاكرون، أي دي جملة اسمية، فهل أنتم شاكرون، فهل أنتم منتهون، فهل أنتم مسلمون، كل دي إيه؟ وردت في القرآن. فذلك لتأكيد الطلب للأوصاف الثلاثة، حيث أن الجملة الإسمية أدل على حصول المطلوب وثبوته، وهو أدل على من طلبي، بدل ما يقول له مثلا إيه؟ فهل تشكرون؟ يقول فهل أنتم شاكرون؟ فإيه أقوى، بدل ما يقول فهل تشكرون؟ أو مثلا إيه؟ فهل تسلمون؟ فهل تنتهون؟ فإيه؟ فتلاقيه أما يقول فهل أنتم منتهون أقوى في دلالة المعنى وأثبت، فهمت؟ وهو أدل على طلبي من فهل تشكرون وهل تسلمون لإفادة التجدد. ليه؟ لأن الفعل يفيد التجدد، لكن الجملة الإسمية تفيد الاستمرار والدوام. واعلم أنه يعدل بالهمزة عن أصلها. أحيانا بقى إحنا بنقول إن الهمزة تأتي للاستفهام، يعني استفهام طلب جواب، أحيانا تأتي ولا يطلب جواب، تبقى إيه؟ للتقرير. فأحيانا تأتي فيتجوز بها عن النفي، فتأتي للإيجاب وللتقرير وللتوبيخ وللتسوية، زي مثلا إيه؟ سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذروا، جاي للتسوية. فأحيانا تأتي الأسباب كتيرة، يعني الهمزة أحيانا تأتي لغير الاستفهام لأسباب كتيرة، وغير ذلك من المعاني السالفة في بحث الاستفهام مشروحة فانظره فيه. مسألة في دخول الهمزة على رأيت، احنا قلناها قبل كده، لما تدخل على رأيت يبقى أخبرني، أرأيت الذي يكذب بالدين، يبقى لما تدخل الهمزة على رأيت تبقى ايه؟ بمعنى أرأيت، وتبقى معناها أخبرني، كويس؟
وإذا دخلت على رأيت امتنع أن تكون من رؤية البصر أو القلب، وصارت بمعنى أخبرني كقولك أرأيت زيدا ما صنع. صلحها في بعض الكتب مكتوبة أرأيك، أرأيتك، لا هي أرأيت بس وخلاص. أرأيت زيدا ما صنع في المعنى تعدى بحرف، وفي اللفظ تعدى بنفسي. ومنها قوله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال، يعني أخبرني عن حاله، يعني أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. وتملي لما تبقى متعلقة بمزموم معنى التشهير به، بيشهر به، فهمت؟ أرأيت الذي يكذب بالدين، مسألة في دخول الهمزة على لم، وإذا دخلت على لم أفادت معنيين، أحدهما التنبيه والتذكير نحو ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، فده التنبيه والتذكير للعظة. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. كأن الأكوان ما هي إلا ظل للموجود سبحانه وتعالى، إذ لو لم يكن موجودا ما كان، والظل لو وجود له بذاته وجوده بغيره، فكأنه رمز بالظل إلى الأكوان ورمز بالشمس إلى الوجود الحقيقي، فهمت إزاي؟ فالأكوان ما هي إلا ظل لصفات التي الذي أوجدها، فهمت؟ فهي قائمة به، ظاهرة به. والثاني التعجب من الأمر العظيم، يبقى تأتي لما تدخل الهمزة على لم تبقى ألم، تفيد التنبيه والتذكير أو تفيد التعجب من الأمر العظيم، كقولك ألم تر إلى فلان يقول كذا متعجبا يعني ويعمل كذا، على طريق التعجب منه. وكيف كان فهي تحذير عموما، فأي حال سواء كانت للتنبيه أو التعجب هي تحذير من الأمر، واضح؟ ونتكلم على أم بكرة، عشان أم بأدي لها فيها نوع منها منفصل ومنها متصل، وعايزة قاعدة شوية، فنخلي أم بكرة إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون.